السودان أصلا موضوع تحت الفصل السابع، والفصل السابع لأي شخص يقرأ ميثاق الأمم المتحدة يعرف الفصل السابع هو إذعان، هو الأمر عند مجلس الأمن هو الذي يغرر أي شيء، وهو يغرر ببساطة شديدة جدا بأنه في تهديد للأمن والسلم الدوليين في هذا البلد، وإن حكومة البلد غير قادرة على السيطرة عليه، لذلك مجلس الأمن بيتدخل بقرارات بقوات تولية بغيره ولا يستأذن حكومة البلد. وحدث هذا منذ تصاعد أحداث دارفور، ونوغشت الأمر ومجلس الأمن قرر أن يأتي بقوات اليوناميد. الحكومة السودانية رفضت، ولكن رغم ذلك حدث، ثم أذعنت في الآخر وجاءت القوات الهايبرد والقوات الهجين بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعروف باسم اليوناميد، وستظل موجودة ويتم التجديد لها إلى أن يقتنع المجتمع الدولي بأن السودان حصل فيه استقرار وسلام. الآن نحن لدينا مفاوضات سلام، وبدأنا في مناقشة مع الأمم المتحدة، لأنه صدر قرار أصلا قبل سنوات بالتمهيد لخروج اليوناميد على دفعات. بدأنا نقاش مع الأمم المتحدة. الحقيقة أن الذي بدأ النقاش مع الأمم المتحدة هو المجلس العسكري قبل أن تتسلم هذه الحكومة السلطة. بدأ المجلس العسكري شكل لجنة يرأسها عضو المجلس العسكري، واحد أعضاء المجلس العسكري هو الآن عضو مجلس السيادة، ليناقش مع الأمم المتحدة ما يسمى بالبوست يوناميد أو ما بعد اليوناميد. ثم عندما جاءت الحكومة تسلمت الملف باعتبار الجهاز التنفيذي، وبدأت في نقاشات معه مع الأمم المتحدة. النقاشات دي تمت عبر زيارات متواصلة. إنه نحن نعتقد أنه للأمم المتحدة دور مختلف عن دور الفصل السابع ما بعد توقيع اتفاق السلام، ولذلك تم تفصيل هذا الأمر في الخطاب الذي بعثه السيد رئيس الوزراء للأمم المتحدة. نحن نريد أن ننتقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس. الفصل السادس هو المساعدة في بناء السلام وجهود التنمية، لأنه حيكون لدينا لاجئين وحيكون لدينا نازحين بمئات الآلاف يريدون الاستقرار، سيكون لدينا نزعي سلاح الحركات المسلحة، برنامج بتاع DDR كبير ومكلف نحتاج فيه لمساعدات دولية وهكذا. ثم حتى عايزين ننتقل من بند الإغاثة إلى بند المساعدة في التنمية، وده الأمم المتحدة عنده فيها خبرة وعندها تجارب في حتات كثيرة. لذلك الخطاب يطالب بأنه ننتقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس الذي ليست فيه قوات دولية على الإطلاق وليس فيه إجبار، إنما البلد هي التي تحدد المطلوبات من المجتمع الدولي ليقدمه لها. طبيعة المساعدات التي يحتاجها السودان في هذه الفترة من في مساعدات سياسية ودستورية قانونية، إنه يجيبوا لنا خبراء يساعدونا في مسألة الحوار حول الدستور ومعملية صناعة الدستور، ثم بعثة للمساعدة في تثبيت اتفاق السلام، وده عندها برضو مجهودات سياسية، لكن عندها مجهودات اقتصادية ومجهودات يعني مختلفة في هذا الأمر، من بين مسألة المساعدة في توطين اللاجئين والنازحين، المساعدة في عملية نزع السلاح، حتى مسألة المراقبة لدوام وقف إطلاق النار حتى يتم. بيحتاج إلى إمكانيات وإلى لوجستيات كبيرة جدا يمكن خزينة السودان لا تستطيع عليها. هو باستمرار مساعدتنا في تطبيق اتفاق السلام والانتقال إلى مرحلة جديدة، باعتبارنا أعضاء في الأمم المتحدة موقعين على مواثيقة، باعتبارنا ندفع اشتراكات، من حقنا أن نستفيد من الإمكانيات التي توفرها الأمم المتحدة في مثل هذه الأحوال. وهناك تجارب حدثت في بلاد أخرى، الأمم المتحدة ساعدت في هذا الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، من مرحلة الدكتاتوريات والشموليات إلى مرحلة الديمقراطية. البعض اعتبر هذا التحرك من الحكومة السودانية الخوف من استيلاء العسكر على السلطة، كيف تجيب على هذه النقطة سيد الوزير؟ هذا ليس صحيحا، ويعني إذا كان العسكر بيستولوا على السلطة ما في أمم متحدة بتمنعهم. نحن نعتقد أنه ما يمنع الآن أي إمكانية لانقلاب عسكري هو الشعب السوداني. روح الثورة التي لا تزال موجودة هي التي يمكن أن تقف حاجزا بين أي مغامرة عسكرية والوصول إلى السلطة، ولكن لم يحدث في تاريخ العالم أن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أوقف له انقلاب عسكري أو وقف في وجهه، لذلك هذه حجة باطلة. إذن المساعدات طبيعتها لوجستية لتحقيق السلام، إذن ستكون في غرب السودان ليست لوجستية فقط، أنا قلت لك شاملة، أنا شرحت ذلك، قلت إنها سياسية وقانونية ومساعدة تنموية وبالتالي ودستورية. ستركز على غرب البلاد كل السودان الآن، نحن بعد أن نوقع، أنت عارف اتفاق السلام فيه مسارات متعددة، صحيح في مسارات، وبالتالي سيكون المسألة على كل المساعدات في كل اتجاه السودان. جميل. طيب أيضا معالي الوزير نتحدث عن جانب من الجوانب الأخرى، وهو الاتفاق المبدئي في جوبا الذي بموجبه يتم الموافقة على مثول عمر البشير أمام المحكمة الجنائية. حدثنا عن هذا الاتفاق وكيف تم هذا الاتفاق المبدئي في جوبا؟ هو كما ذكرت هو واحد من النقاط التفاوضية المطروحة بقوة في جدول في أجندة التفاوض، والموقف التفاوضي تم صياغته في اجتماعات المجلس الأعلى للسلام الذي يجتمع عادة ويناقش المواقف التفاوضية قبل أن يسحب الوفد المفاوض بها. ناقش هذا الأمر واتفق على هذا البند، يعني ذهب به جاهزا من هنا، عليه إجماع كامل من كل أجهزة الحكم الانتقالي، المجلس السيادي، الحكومة، الحرية والتغيير، كلهم اتفقوا على هذا البند، ولذلك كان سهلا عند مناقشته مع قوى الكفاح المسلح في الجبهة الثورية في مسار دارفور، كان سهلا جدا الوصول إليه، لأنه هناك اتفاق أن هناك جرائم ارتكبت وأن هناك انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ارتكبت ولا يمكن القفز حولها ولا القفز عليها، لا بد من أنك أنت تعالجها كمقدمة للتعافي والتعايش السلمي وبناء السلام والاستقرار في البلاد. ولذلك هو موقف معلن عنه بأنه وافقنا جميعا على مسألة المثول، ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل بعد النقاش مع المحكمة الجنائية الدولية. كيف سيتم الكيفية والآلية؟ هل ستنشأ محاكم هجين؟ هذه كلها خاضعة للنقاش، يعني لم تحسم بعد، لكن خاضعة للنقاش مع الأمم المتحدة ومع الأطراف المختلفة. كل الاحتمالات واردة، سنناقش ذلك التفاصيل كلها، نحن منفتحين على ما يحقق العدالة، ولذلك سيكون هذا نقاش مفتوح نستفيد فيه من التجارب الدولية والتجارب العالمية بشكل عام وبما يحقق العدالة على أرضنا. البعض اعتبر لماذا لا يحاكم البشير في السودان؟ محاكمته في السودان قد تؤدي إلى إعدامه، ومحاكمته خارج السودان قد لا تأتي بمطالب الشعب هنا أو مطالب الشارع. هذا استباغ لنتائج محاكمة، أنا كما ذكرت التفاصيل لم تحسم بعد، إنه أين سيحاكم، طريقة المثول، هذه كلها تفاصيل تناقش يعني، ولكن الموضوع هو نحن ما يهمنا هو تحقيق العدالة، كل ما يؤدي إلى تحقيق العدالة نحن معه، لكن تفاصيل الحكم لا نناقشها الآن باعتبار أنه هذا حكم ستصدره محكمة ما تزال في رحم الغيب. هل وافق العسكر على ما اتفقتم عليه؟ لأنهم رفضوا قبل اليوم. أنا ذكرت أنه هذا موقف تفاوضي تم الاتفاق عليه في اجتماعات المجلس الأعلى للسلام التي رأسها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وكل أعضاء مجلس السيادة أعضاء في مجلس السلام، و6 أعضاء من مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الوزراء بالإضافة إلى قوى الحرية والتغيير. هذا موقف متفق عليه ليس فيه عسكر أو مدنيين. طيب معالي الوزير، أريد أن نعود للموضوع، موضوع خطاب حمدوك للأمم المتحدة. هل شاورتم كل هياكل السلطة بما فيه من العسكر على هذا الجانب، وهل وافقوا أم لا؟ الفكرة كما ذكرت أصلا بدأت المجلس العسكري، لم نبدأه نحن، يعني فكرة التفاوض مع الأمم المتحدة لصيغة التعامل بين السودان والأمم المتحدة ما بعد السلام وفي مرحلة التحول الديمقراطي، هذه عملية بتاع التفاوض بدأت في وقت مبكر، ثم جاءت الحكومة وأكملتها، فالمبادئ التفاصيل العامة والمبادئ العامة أصلا متفق عليها ليس فيها مشكلة، إنه لابد أن ننتقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس، هذه نقاط بديهية، إنه بعد توقيع اتفاق السلام لا معنى لأن نكون تحت سيف الفصل السابع المسلط علينا والقوات الدولية، ننتقل إلى المساعدة في بناء السلام والتنمية. أما مسألة كتابة الخطاب هذا جزء من العمل الروتيني للجهاز التنفيذي، يعني لا يحتاج أنه لكي يكتب خطاب أن يشاور الآخرين، أما الموقف والمضمون تمت المشاورة حوله. قبل رفع هذا الخطاب أقول لك بدأه المجلس العسكري، لم يبدأه الحكومة، بدأه المجلس العسكري هذا الحوار واستمر لأشهر طويلة جدا ووصل إلى قمته بالخطاب. نعم، ماذا عن مدمر أكول الذي سيدفع السودان خسائرها؟ البعض اعتبرها خطوة ليس للسودان فيها ذنب. ليس البعض، كلنا نعتبرها ذلك، نحن في الحكومة نعتبر أننا لسنا حقيقة مسؤولين عما حدث في تلك الفترة. هذه حكومة مارقة ولم تكن تمثل إرادة الشعب السوداني، أوت بعد الجماعات الإرهابية هنا وهناك، وهي الحقيقة ما مارسته من إرهاب ضد الشعب السوداني يفوق ما مارسته في أي مكان آخر، ولذلك الحكومة الجديدة والشعب السوداني ليسوا مسؤولين عن ذلك، هذا ثبتناه في نص الاتفاق المكتوب. لكن هناك أمر واقع، أن هناك قرار صدر من محاكم أمريكية، وإنه هذه الأحكام تقف حجر عثرة أمام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي واحدة من الخطوات المهمة جدا لرفع اسم السودان من هذه القائمة، لذلك نحن قبلنا بها على مضض، لكن نعتقد أننا وصلنا إلى اتفاق جيد في هذا الجانب. اتفاق في المبالغ حتى؟ هناك اتفاق على المبالغ لكن لم تعلن حتى الآن، ستعلن بعد الانتهاء من الشق الثاني من التفاوض مع مجموعة ضحايا أسر تفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي، لأنهم أيضا صدر فيهما أحكام ضد الحكومة السودانية. إلى ماذا توصلتم حتى الآن في مفاوضات نيروبي ودار السلام؟ لا، ما تزال مفاوضات جارية بين الممثل المكتب القانوني الممثل لحكومة السودان ومحامي أسر الضحايا. هل استطعتم ان تصلوا الى نتائج اوليه في هذا ما هو المبدا مقبول، المبدا قبل وبالتالي صار موضوع تفاوض، فمثلما توصلنا الى نتائج ايجابيه في موضوع المدمر الكل، اعتقد اننا نستطيع التوصل الى نتائج ايجابيه في موضوع حارس تفجير السفارتين. الشارع يتساءل كيف تستطيع الحكومه ان تدفع مثل هذه المبالغ الطائله، وحتى الان صفوف الرغيف وكذلك صفوف الوقود والمواطن ما زال يعاني الامرين. هي ده مدخل اساسا لحلول لبعض جوانب المشكله الاقتصاديه. نحن الان لاننا موضوعين في قائمه الدول الراعيه للارهاب، لا نتلقى اي مساعدات دوليه، لا نتلقى منح وقروض من مؤسسه التمويل الدوليه بما فيها البنك الدولي او صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الاخرى، وكما تعلم هناك حصار على حركه التحويلات من البنوك السودانيه من والى البنوك السودانيه مع بنوك العالم، المستثمرين لهذا السبب لا يريدون الدخول الى السودان. ما سندفعه أقل بكثير جدا مما سيعود علينا بعد ذلك، لذلك يعني اتخذنا هذا القرار. أخذتم هذا القرار بالدفع معالي الوزير، والبعض كذلك تحدث وبعض المراقبين يرون بأن هذه الخطوات قد لا تجني الثمار، قد لا يعني تأتي برفع العقوبات عن السودان، خصوصا أن الولايات المتحدة في السابق كانت قد وعدت كثيرا، كلما قرب السودان من الرفع أتت بعدد من الشروط. هل ضمنتم بعد هاتين الخطوتين أن يتم رفع العقوبات عن السودان كليا؟ لا ضمننا ولا قلنا أنه سيتم رفع العقوبات أوتوماتيكيا بعد دفع هذه القرامات، لم نقل هذا حتى لا يأتي البعض ويقول أنتم قلتم ثم لم يحدث. نحن قلنا أن هناك عدد من الشروط أهمها هو تسوية هذه الأوضاع مع أسر الضحايا، ثم هناك حوار سياسي حول بقية النقاط. لذلك نحن قلنا ونكرر هذا، هذه عقبة كبيرة جدا، تخطينا هذه العقبة ثم تبقت عقبات أخرى ندخل في حوار سياسي مع الإدارة الأمريكية حولها. تتوقعون أن ترفع السودان عن العقوبات خلال كم؟ لا نستطيع أن نحدد مدى زمني، هناك يعني سقف موضوعي. نحن نعتقد الآن بهذا نحن قطعنا شوط كبير جدا، تبقت خطوات قليلة لكن لا نعرف السقف الزمني. فيما يلي معاش المواطن، هل من جديد فيما يتعلق بموضوع الرغيف والوقود؟ لا يعني افتكر انه وزير الماليه تحدث بما فيه الكفايه، افصح عن بعض النقاط، وزير التجاره والصناعه تحدث وافصح، وزير الطاقه والتعدين ايضا، انا لا اعتقد انه لدي ما اضيفه اكثر مما قاله هؤلاء الوزراء في تخصصاتهم. هل هناك اي تناقضات بين هياكل السلطه الانتقاليه خصوصا بعد موضوع نتنياهو؟ ليست تناقضات لكن بتحدث تجاذبات. نحن في شراكة نسميها شراكة صعبة جدا، شراكة صعبة وتواجهها صعوبات وتواجهها تحديات، هذا أمر مفروغ منه، ولا معنى للغفز فوقه والحديث عن أنه لا توجد أحيانا تحدث تجاذبات وخلافات، لكن باستمرار نحن حريصين على أن نحافظ على روح الشراكة، وأنه عندنا اعتقاد كامل بأنه الظروف الموضوعية فرضت هذه الشراكة، ولا نستطيع أن نصل إلى مرحلة تخطي المرحلة الانتقالية من غير هذه الشراكة بحكم الأمر الواقع. لذلك نحن حريصين على أنه مهما كانت في خلافات، مهما كانت في تناقضات، عبر الحوار المستمر وتبادل الأفكار والآراء والنقاش نتجاوز ذلك إلى ما فيه خير السودان والشعب السوداني. السلام هل اقترب؟ ما زال الطريق طويلا أمامنا. لا نعتقد أنه اقترب كثيرا. نحن الآن نناقش في الأجندة الحقيقية التي يعني تعطل كانت عملية السلام في سواء كان في دارفور أو في المنطقتين. الآن نناقش في أجندة صعبة جدا، لكن بمجرد أن نتخطاها أعتقد أن السلام قد يقترب. ماذا عن القوانين التي ستسن قريبا؟ هل من جديد بهذه القوانين؟ مرتبطة أيضا، مرتبطة بالحوار في اتفاق السلام. ماذا عن الولاة وتعيين الولاة المدنيين وكذلك المجلس التشريعي؟ كل هذه مربوطة بالحوار في اتفاق السلام، لأنه ببساطة شديدة جدا الحركات المسلحة في الجبهة الثورية وغيرها يعني ماخذين موقف يعارض مسألة تعيين الولاة وتعيين المجلس التشريعي، ونحن نعتقد أنه في فترة قليلة إذا استطعنا أنه نتجاوز ذلك سيكون الأمر سهلا. موضوع تعيين الولاة بذات الحكومة طرف فيه مع الأطراف الأخرى، لكن طبعا تعيين أعضاء المجلس التشريعي الحكومة ليست طرفا بمنص الوثيقة الدستورية، هذا أمر تناقشه الحرية والتغيير مع الشق العسكري في المجلس السيادي، هم الذين يحددوا النسب والتوقيت وكذا. كحكومة لسنا طرفا في ذلك، لكننا طرفا في الحوار حول موضوع تعيين الولاة. البعض يتحدث الآن هناك خروقات في الوثيقة الدستورية مع الوزير، لو تحدثت عن هذا الجانب، وهل وضعتم أي من القوانين التي تضبط من يخرق هذه الوثيقة الدستورية؟ لا، القوانين لا يمكن أن تضبط الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية أعلى من القوانين. الوثيقة الدستورية أعلى من القوانين، القوانين تأتي وتتفرخ من الوثيقة الدستورية وهي بمثابة قانون أدنى، القانون الأعلى هو الوثيقة الدستورية. ولكن ببساطة شديدة جدا أعتقد أنه من يرى أن هناك خرقا للوثيقة الدستورية من حقه أن يرفع قضية للمحكمة الدستورية، هذا هو المجال الوحيد لتحديد الخروقات.